الرئيسيه، وفي نفس الوقت بيكونوا ممثلين من الخمس مراكز، ما بيبقاش بس في الخمس. فدي الحقيقه يعني دي اضافت لنا بالنسبه للنشاط. حضرتك انا لخصت النشاط بتاع فرع المجلس ابتداء من السنه 13 لغايه 15 بارقام احصائيه، وفي نفس الوقت في التقارير لكل ده ملف كامل لثلاث سنوات، بحيث ان حضرتك تعرف منه ايه الانشطه اللي احنا قمنا بيها. و ادعي لربنا في الوقت ده. ما انا حضرتك لما كده عايز حضرتك تروق. لا انا غالبا بيبقى شغلي فتره الصبح ببقى بره بلف في الشوارع، وبالليل هنا. طبعا الفتره بتاعت الظهر كده مثلا من 5 لـ 7 7:30 كده ببقى في الاستراحه، وانا مش من عادتي يعني ان انا انام الظهر ولا حاجه زي كده، فالحاجات القراءه دي كلها باخدها رهبه في الوقت ده بعد ما اتغدى.